جولة على المشهد الاقتصادي مع زميلة رنا عبود. مساء الخير رنا. مساء النور سمر. يعني اليوم مد وجزر وعدا عن فكرة الجلسة اليوم كانت صحيح. مخصصة للموازنة وزيادة تعرفة أوشيرو، على ما يبدو مبلشة من أولها غلط الأمور صحيح. وتتنصل على ما يبدو الحكومة من موضوع تشريع الاقتراض من البنك المركزي، وايضا في تخوف كثير كبير اليوم من وقف التمويل من الاحتياطي، بالتالي المواطنين قدام عقبه كثير كبيره كيف رح يتم تمويل الادويه والقمح وقطاعات اخرى ايضا رح تتاثر بهذا الموضوع. يعني نشوف، عاده مش كثير بتصدقوا يعني صحيح يعملوا عمليات التفافيه بين بعضهم. صح. منذ اليوم الأول لاستلامه أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وقف تمويل الدولة من الاحتياطي، وبما أن المصرف يدعم شراء الدواء من حقوق السحب الخاصة، فما مصير هذا القطاع وغيره من القطاعات المتعلقة مباشرة بالمواطن؟ المصابين بالأمراض المزمنة اللي كانوا أساسا عم بيعانوا من تأخر وصول هيدي الأدوية أو من شح هيدي الأدوية بمستودعات وزارة الصحة، فكيف حيكون الحال إذا توقف التمويل كليا؟ حنكون قدام مشكلة كتير كبيرة، بس حتكون المشكلة مش بس خاصة بالأدوية، نحن كل الوزارات أو أغلب الوزارات في عندها نفقات تشغيلية بالعمل الصعب، في عندها عقود صيانة، في عندها عقود إشراف، في تمويل بالعملات الأجنبية مطلوب للدولة اللبنانية، وبالتالي وقف التمويل حيكون كارثي على كل هيدي الوزارات. مثال مثلا عقود الصيانة تبع مؤسسة كهرباء لبنان مثلا اللي خاصة بالمعامل، هيدي بالعمل الصعب بطبيعة الحال، أو عقود التشغيل أو أي وزارة أخرى، نفس الشيء وزارة الاتصالات مثلا. رأى الخبير الاقتصادي حسن مقلد أن نهج رياض سلامة سيستمر في المرحلة المقبلة بسبب عجز المسؤولين وعدم رغبتهم باشتراح حلول، كاشفا من برنامج الحدث عن عدم نية الحكومة ومجلس النواب بتشريع الاقتراض من المركزي. نفوا كلهم أن يكونوا النواب الحاكم قدموا كتب، مش هيك؟ بتبين انه قدموا كتب للحكومه الماضيه ولهيدي الحكومه. صحيح. ما حدا كلف خاطره يرد عليهم، يحكي كلمه. طيب، هلا الحكومه الحاليه ورئيسها ما بيعرفوا انه هيدا الحكي إن اكثر من بديهي؟ طيب ليش هلا اليوم تهربت الحكومه من الالتزام وعم بتكبوا على مجلس النواب؟ ليه؟ لانه بده ياخذ هيك قرار، بده يقول قدام الشعب اللبناني بكل بساطه أنا كل وعود موضوع الودائع عم كذب عليكم، وعم بيقول إنه هذا الموديل اللي راكب هذا موديل إذا كان اسمه رياض سلامة، هذا موديل موجود وقائم ورح يكفي، كان رياض سلامة ولا ما كان رياض سلامة؟ افتتح اتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال برعاية وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام. لبنان كان الحاضر الأكبر في الافتتاح وفي جلسات النقاش، حيث شددت الكلمات على ضرورة تنفيذ الإصلاحات وكسب الثقة لاستعادة القطاع المصرفي نشاطه واستفادة القطاع الخاص من التمويل وجذب الاستثمارات. شايف الحلول موجودة، بس لازم يبقى تنسيق كامل بين الدولة ومصلحة لبنان تتحط في المقام الأول، وبالتالي المشكلة تتحل، لأن لبنان دولة سياحية، في لبنانيين كتير عايشين بره بيدعموا القطاع اللبناني في داخل جمهورية لبنان، إنما هي قصة عاوزة تنسيق متكامل بين الأحزاب، ويبقى مصلحة لبنان هي الأولى. لو حصل هذا الكلام لبنان تعدي المشكلة. وفي ظل ازدياد الحديث عن رغبة عربية في تملك مصارف لبنانية، هل يشكل القطاع المصرفي في شكله الراهن جاذبا للاستثمار سواء كان بالشراكة أو الاستحواذ؟ هو بالنسبة للبنوك اللبنانية في الوضع الحالي هي ليست جاذبة، ولكن سوق لبنان يعني معروف عنه من ناحية المصارف أنه من أحسن المناطق كانت في إدارة الأموال، تحتاج إلى بعض التعديلات بعض التحسينات حتى يمكن للمشتري أن يكون هو في وضع جيد. أما الآن البنوك يعني متروكة بدون طريقة التعديل، يعني يجب أن يكون هناك تعديل وتحسين وبعدين بيعها بسعر جيد. أما إذا الآن بتباع بقيمة غير حقيقية.
مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا لليوم. العودة لألكسا، شكرا لك رنا على هالجولة.